يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض باف بيستري محشي بالتركي والجبنه كده، حاجه ما تاخدش وقت خالص وطعمها دايما دايما بيبقى خطير. وبعد كده هنعمل مع بعض ايس تي بالفواكه. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ حاجه بسيطه خالص، عندي جبنه شيدر، عندي شويه من التركي، ممكن نغير في نوع الجبنه، ممكن نغير في نوع الكولد كاتس، يعني ممكن تبقى تركي، ممكن تبقى روز بيف، هتبقى فكره برده ظريفه جدا. عندي هنا بيضه عشان ندهن بيها في الاخر، شويه من السمسم، شويه من البقدونس عشان الجارنش، وهنا عندي شيت من الباف بيستري. طيب على طول كده هناخد الباف بيستري بتاعتنا، هنزل بيها اهو. هناخد التركي والجبنه هنرصهم كده جوه الباف بيستري، وهوريكم هنقفلها بطريقه مختلفه، بيطلع شكلها حلو جدا وما فيهاش حاجه خالص. طيب ادي التركي اهو زي ما هو، هاخده هنا، سيب حته فوق وحته تحت، نعمل كده اهو بالشكل ده. هنزل وراه بطبقه من الجبنه، تركي، اهو خلينا حلو كده الطبقتين دول. نجيب اي سكينه، بص بقى هبتدي من عندها كده، هنا هبتدي اخد قطعات بالورب كده بالشكل ده، ويبقوا قد بعض بقى برضو. الناحية التانية هنعمل نفس الحاجة. عظيم جدا. خد واحدة كمان اهي فوق اهو، واحدة هنا كمان، هقول لكم دلوقتي ليه. خلاص اهو، عايز اشيل الحتة دي، دي كمان اهو. ناخد اهي، بصوا بتاع قافله ازاي، ومن هنا بقى نعمل كده على بعض بقى. بصوا نلمهم على بعض عشان هي في الاخر تمسك هي نفسها اهو، يعني كل واحده بس متاكد ان ايه، نديها ضغطه كده. طبعا احنا لو مش عايزين نعمل الشكل الجمالي ده ممكن نقفلها زي ما هي، يعني زي ما مليناها، ونقوم قافلينها كده على بعض على طول. وقبل بس ما نقفل اخر واحدتين دول نرفع دي اهو هنا. حلو قوي. طيب البيضه اللي عندنا فيها ضربه سريعه، وندي دهنه محترمه كده للوش ده كله.
حلو قوي. من هنا ناخد السمسم. نغطي بيه كده. اهو. دي حتة في الطرف هنا نسيتها. اهي. هاخد صينية الفرن وهنقل البوف بيستري بالسيليكون. لو عندنا ورق زبدة برضو يعني خلينا نشتغل على الحاجة اللي هتبقى تحتها عشان نقدر ننقلها بسهولة، لان هو بيبقى طريقة التعامل معاه مش هيبقى اسهل حاجة. هناخد الصينية اللذيذة بتاعتنا، خش على الفرن، هتقعد لها بالظبط يعني بنتكلم ما بين ربع ساعة و 16 17 دقيقة كده بالكتير قوي. خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع، نرجع نقدمها مع بعض وبعد كده نعمل الايس تي بالفواكه. تعوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع الفاصل عملنا البوف بيستري المحشية بالتركي والجبنة، قلت لكم جربوها هتلاقوها مختلفة قوي وبسيطة جدا. طيب ايه اللي هنعمله النهاردة؟ هنعمل ايس تي بكوكتيل كده من الفواكه. عندي شوية من الشاي معمول ومتبرد، عندي عسل نعناع فريش، عندي شويه من الكيوي والاناناس والتفاح وكمان البرتقال الفريش، وطبعا شويه من التلج. وانا اخترت ان انا النهارده اعمل يعني نسكره بالعسل. ممكن لو عايزين نحط سكر نعمل كده، ممكن لو عايزين نشيل خالص العسل والسكر برده هيبقى لسه فيه شويه يعني مسكر كده لذيذ. طيب نقدم مع بعض اهو على طول، ما عنديش خلاط ولا اي حاجه. اول حاجه هبتدي بيها هننزل بالفواكه. ننزل بشوية بالتفاح. أناناس. كيوي. أي بقى فواكه موجودة عندنا هتنفع. عايز انزل برضو شريحتين ثلاثة كده من البرتقال. شوية من الكيب. طيب اي حاجة بقى كده عندنا وندي الحاجات دي ضغطة، مش هتطلع مية كتير بس ايه تاخد من طعم بعض كده. هاخد العسل هنزله مع الشاي. هدي الكلام ده تقليبة لذيذة بالراحة كده عندما احس ان العسل ابتدى يدوب معايا. ممكن لو عايزين ممكن ندوب العسل من الاول خالص في الشاي قبل ما نسيبه يبقى. شوية نعناع فريش. هنزل التلج. أهم حاجة في الآيس تي شوية التلج بقى، دول أكتر كمية نقدر عليها. تمام. وناخد الشاي بتاعنا. عظيم جدا. نبقى كده عملنا مع بعض ايس تي بكوكتيل الفواكه، وعملناه بالبوف بيستري المحشية بالتركي
والجبنة اللي عملناها في 5 دقايق. أنا كده وصلت لآخر حلقتنا النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية، ما تنسوش تحبوا بعض، سلام عليكم.